اليوم نرى آية من آياتك، إنها رائحة المسك تفوح من رائحة هذا الشاب الصالح. يا الله يا الله، اجعلها ثباتا لنا وللموحدين. اللهم انصر الموحدين المرابطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم إنا جياع فاطعمنا، اللهم إنا عطاشا فاسقنا، اللهم إنا عراة فاكسنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مظلومون فانتقم، اللهم إنا مظلومون فانتقم. يا الله يا الله يا أخوان، هذا مصطفى الأعرج، أخونا مصطفى الأعرج من سكان الصفطاوي، مصطفى سامي الأعرج. هذا أخوان من أهل المساجد، والله نشهد له أنه من أهل المساجد. والله قبل الصلاة في الأذان الثاني أو الأول يرن على أهل الحي كلهم من جواله، ونشهد له أنه كان يعني يرن علي بنفسه. والله لما ما حدا يجي من أصحابه وأصدقائه يزعل، وأي صلاة يكون ملتزم فيها. إنها رائحة المسك، نسأل الله أن يتقبله في عليين، نسأل الله له الرحمة ولجميع الشهداء. بوحدانيتك وبربوبيتك وبألوهيتك، ونحن على دينك.